جولة إخبارية جديدة، أهلا بكم. فتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقا موسعا بالحادث الإرهابي الذي وقع بالصحراء الواحات الذي أسفر عن استشهاد عدد من الضباط وأفراد الشرطة. وقد انتقل فريق من النيابة إلى مكان وقوع الحادث وطلبت تحريات قطاع الأمن الوطني حول الواقعة لكشف غموض وملابساتها مع سرعة ضبط مرتكب الجريمة. قررت النيابة ندب المعمل الجنائي للفحص والإعداد تقرير لبيان أسباب الحادث. كان نائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد كلف النيابة ببدء تحقيقات فورية في ذلك الحادث. هذا وقد نعى مجلس الوزراء رجال الشرطة الذين استشهدوا أمس في مواجهة مسلحة مع عناصر إرهابية بمنطقة صحراء الواحات. ثمن المجلس التضحيات الغالية التي يبذلها رجال الشرطة جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة لاستئصال قوى الشر والظلام ودحر مخططاتهم في تهديد أمن المواطنين وعرقلة جهود البناء والتنمية. أعرب رئيس الوزراء شريف إسماعيل عن خالص تعازيه لذوي الشهداء الحادث الغادر من رجال الشرطة، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل، موجها بتقديم سبل الرعاية الطبية اللازمة لهم. هذا وقد تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تعزية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في ضحايا حادث الواحات الإرهابي. أكد أمير الكويت وقوف بلاده إلى جانب مصر وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، معربا عن استنكاره وإدانته الشديدة للأعمال الإجرامية التي تقوم بها هذه الخلايا الإرهابية. وقد بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ببرقيتي تعزية مماثلتين. كما تلقى الرئيس السيسي برقية تعزية من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في ضحايا الهجوم الإرهابي، حيث أعرب العاهل الأردني عن إدانته الشديدة لهذا الهجوم مؤكدا تضامن بلاده الكامل مع مصر في حربها ضد الإرهاب. هذا وقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس التعازي للرئيس السيسي في ضحايا حادث الواحات الإرهابي، وأعرب عباس عن تضامنه مع مصر حكومة وشعبا في مواجهة الإرهاب والتطرف، مؤكدا أهمية دور مصر المحوري كدولة عربية وإقليمية ودولية مع سعيها الدائم لإعلاء كلمة الأمة العربية وصون وحدتها. هذا وقد توالت الإدانات مندّدة بالحادث الإرهابي الذي استهدف رجال الشرطة البواسل، مؤكدة في نفس الوقت تضامنها مع مصر في حربها الشرسة ضد الإرهاب. كما قدم مجلس النواب الليبي تعزيه للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي والأسر الشهداء وذويهم في ضحايا حادث الواحات الإرهابي. وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق على أهمية التنسيق الأمني ما بين دول المنطقة من أجل محاربة الإرهاب. وأعربت فرنسا عن تضامنها مع مصر حكومة وشعبا بعد حادث الواحات الإرهابي. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن مصر وقواتها الأمنية تدفع ثمنا باهظا في محاربة الإرهاب، وشدد على دعم فرنسا لاستقرار مصر في تلك اللحظات. فيما دان الاتحاد الأوروبي الهجوم الإرهابي في صحراء الواحات، حيث قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر إيفان سيركوس إن الاتحاد يساند مصر في حربها ضد الإرهاب، معربا عن خالص التعازي لأسر الشهداء الذين فقدوا ذويهم في ذلك الحادث دفاعا عن البلاد ضد الإرهاب. ألغت محافظة السويس احتفالاتها بالعيد القومي حدادا على شهداء الوطن في حادث الواحات. وفي تصريحات الولايف أعرب محافظ السويس أحمد حامد عن ثقته في قدرة الدولة على دحر الإرهاب.
الإرهاب الغاشم لن يطول، ومصر قادرة أن هي تدحر هذا الإرهاب دحرا، لأن هم دلوقتي بيفروا هاربين في عمق مصر، وبدأوا دلوقتي يهربوا من شمال وجنوب سيناء، وده إذا كان بيدل على مدى خوفهم ورعبهم من القوات المسلحة والشرطة. وإن شاء الله بإذن الله إحنا لهم بالمرصاد، ولن تسنينا أي كان ما يحدث منهم عن ان احنا هنقدر ان احنا نقضي على هذا الارهاب اللي هو بيؤثر او بيسعى الى التأثير على التنمية. لكن الحمد لله كلنا شايفين البلد للأعلى والأعلى. قرر اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان إلغاء الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في مدينة أبي سمبل التي كان مقرر تنظيمها على مدار اليوم والغد، أيضا تضامنا مع شهداء شرطة البواسل في حادث الواحات. أكد اللواء حجازي أن هذا القرار يأتي في إطار حرص المحافظة على التضامن مع شهداء الشرطة. لقي 16 شخصا مصرعهم واصيب 6 اخرون في تصادم 4 سيارات على طريق اسيوط البحر الاحمر. وقد كشفت التحريات الاوليه ان الحادث وقع نتيجه لسرعه دائده ما بين سيارتي نقل ثقيل وربع نقل تقل عمالا وسياره رابعه ملاكي. أعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع عدد الوفيات في حادث تصادم اتوبيس مع سيارة ملاكي على محور 26 يوليو في محافظة الجيزة إلى 5 حالات، فيما بلغ عدد المصابين 10 أشخاص خرج منهم 5 من المستشفيات بعد أن تلقوا العلاج. وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه قد تم نقل جميع حالات الوفاة إلى مستشفى زايد المركزي، فيما تم نقل 6 من المصابين لمستشفى الهرم وأربعة آخرين إلى مستشفى بولاق الدكرور العام. وبهدف الحد من حوادث الطرق، تعمل الدولة على وضع تشريعات جديدة تنظم الحركة المرورية بداخل المدن التي تشهد ازدحاما وكثافة ملحوظة. نزيف الأسفلت مسلسل مأساوي تعرض حلقاته يوميا بالطرق والشوارع المصرية، يحصد الأرواح ويرفع فاتورة الخسائر ويفقدنا الجزء الأكبر من مواردنا المادية والبشرية. ومن هنا جاء ضرورة إصدار قانون المرور الجديد الذي يهدف تطوير منظومة المرور وتحويلها إلى منظومة إلكترونية تلزم السائقين باتباع قواعد المرور وآدابه. قانون المرور الجديد ده حلو وفي مصلحة المواطن، عشان ما يبقاش يحصل حوادث أو حاجة، لأن في ناس بتعدي الإشارات كده ممتاز، يعني في منتهى الجمال. يقل من الحوادث، واخد بال حضرتك، هيقل المخالفات كتير، وبالذات الشباب والناس اللي هي بتبقى ماشية مستهترة دي. على الأقل يعني الناس اللي ماسكة في التليفون، ماشية في الشارع ماسكة تليفون. تقسم المخالفات بالقانون الجديد إلى 5 شرائح، ويمنح كل سائق 50 نقطة مرورية، وبحسب درجة وخطورة المخالفة تخصم النقاط، على أن يتم إيقاف رخصة مرتكبي المخالفات بالشريحتين الرابعة والخامسة لحين إدمام دورة توعوية عن قواعد المرور بإحدى مراكز تعليم القيادة المعتمدة. أنا شايفة إن هو ظريف جدا، موضوع البوينتس ده هيريحنا، لأن كده محدش هيمشي مخالف، لأن هو كده في شايف ان في حد على طول رقيب عليه، وفي نفس الوقت كمان مفيش اي حد ظابط مرور هيوقفك في الطريق ويعمل لك اي مشكله، لان مفيش بيدي اي حاجه خالص. فانا شايفه ان ده هيبقى قانون رائع جدا الفتره الجايه. قانون المرور الجديد في مصلحه البلد اهم من الاول، يعني الاول البلد هتبقى فيها نظام، وده اللي احنا كلنا عايزينه يعني. وطبعا اكيد النظام ده هيرجع لمصلحه المواطن، مفيش كلام. فبالعكس اي حاجه منظمه زي كده هتكون كويسه جدا. بالفعل وافقت الحكومه خلال اجتماعها الاخير على مشروع القانون، وتم احالته الى مجلس الدوله لمراجعته، ثم احالته لمجلس النواب لمناقشته، ومن ثم اقراره خلال دور الانعقاد الحالي وبدء العمل به. وسيسهم ذلك في اعاده الانضباط للشوارع المصريه والحد من انتشار حوادث الطرق، مما ينقذ حياه الكثيرين. مرنا عادل، اونلاين. النشرة ما زالت متواصلة وفيها بعد قليل. لجنة التضامن بالبرلمان تبحث قضايا الشباب ومشروعات التنمية. أهلا بكم من جديد.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان مدينة العالمين تشكل مزيجا جغرافيا وتاريخيا فريدا استحق كل الاهتمام. اوضح الرئيس خلال مشاركته في مراسم تأبين ضحايا معركة العالمين في ذكرى 75 تدفع الجميع لتجديد العهد على الحفاظ على السلام ولبذل مزيد من الجهد لارساء السلام، وخاصة في منطقة الشرق الاوسط التي تواجه ازمات خطرة تهدد كيان الدولة الوطنية ذاته. يشار إلى أن مراسم التأبين قد حضرها كبار المسؤولين في الدولة وخمسون ممثلا عن عدد من الدول الأوروبية. في شأن آخر، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدولة لشؤون الخارجية الهندي إم جي أكبر، وفي اللقاء أشاد الرئيس بقوة العلاقات التاريخية ما بين مصر والهند، مشيرا إلى حرص مصر على مواصلة تعزيزها في المجالات كافة. وقد أعرب الوزير الهندي في ناحيته عن تقدير بلاده لما اتسمت به العلاقات ما بين مصر والهند على مدى التاريخ من صداقة وتفاهم مشترك، مشيدا بدور الرئيس السيسي في تحقيق الاستقرار والسلام في مصر وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتم في هذا اللقاء الاتفاق على مواصلة الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين وعلى تكثيف التشاور والتنسيق بينهما في كافة المحافل الدولية. قام محافظ شرم الشيخ خالد فودة بجولة تفقدية بالمحافظة في إطار الاستعدادات لاستقبال منتدى الشباب العالمي الشهر المقبل الذي يقام تحت رعاية الرئيس السيسي. شملت الجولة شارع السلام، منطقة السفاري، منطقة نبق لمتابعة المشروعات الجارية تنفيذها من رصف وتمهيد للطرق كافة وعملية التشجير والإنارة مع إنشاء شبكات ري وغيرها من المشروعات للنهوض بمرافق المدينة كافة كي تظهر بالمظهر اللائق الذي يتناسب مع هذا الحدث العالمي. عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب اجتماعها الثالث في بداية دور الانعقاد الثالث. شارك في هذا الاجتماع ممثلون على عدد من الوزارات والهيئات، حيث تضمن بحثا لقضايا الشباب ومشروعات التنمية ورعاية الشباب المبدع في كافة المجالات. وفي اعدادي وفي ثانوي وفي الجامعة احنا عندنا مجموعة كبيرة جدا جدا من المخترعين والمبدعين الأطفال والشباب عشان ما يزعلوش. لا يعني حاجة تفتخر بيها مصر طول العمر، وحاجة تخلي مصر تقول لا احنا شبابنا ومستقبلنا أقوى بكتير، احنا هنبني بجد وحنصنع مستقبل قوي وعظيم بجد. ولكن احنا لينا غرض اكبر، ان احنا نرعى ونهتم بالابتكارات وبالقدرات المتميزة اللي تدي نوع من يعني هتدي نوع من الاختلاف حتى في المنظور. ان احنا مجموعة الشباب، انا اي مجموعة شباب بتواصل معاهم ما بيكونوا خريجي، يعني المجموعة الموجودة النهاردة جاية صغيرة شوية، بس احنا بنتواصل دايما مع السنوات النهائية في الجامعات، دايما بنبقى حريصين نشوف مشروعات التخرج لكلية هندسة وللمعاهد الصناعية، بتلاقي عندهم افكار اكثر من رائعة، مش محتاجة اكثر من حد يحتضنها بشيء من الدعم، والنموذج ده نقدر نكرره. عرض الفيلم الوثائقي الأستاذ الذي يرصد حياة المخرج الراحل محمد خان في سينما الهناجر في إطار منافسته على جوائز المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته 21. تحت شعار السينما شعاع الغد، عرض الفيلم الوثائقي الأستاذ للمخرج أحمد فوزي بسينما الهناجر ضمن مسابقة المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته 21 لرصد حياة المخرج السينمائي الراحل محمد خان. احنا الفيلم الوثائقي عملناه في شهر اكتوبر 26 اكتوبر ذكرى ميلاده الاولى بعد الوفاة. حسينا ان احنا يعني لازم نعمل حاجة بسرعة لشخص لسه متوفي، مفيش حد اتكلم عنه، مفيش حد خد خطوة ان هو يقول الراجل ده عمل ايه او تاريخه ايه. فطبعا محمد خان استاذ كبير، فحبينا ان احنا نسلط الضوء على شخصيه وقيمه ورمز كبير من اساتذه السينما المصريه، استاذ محمد خان. ناس كتير ساعدتنا بقى، يعني من كل النجوم اللي ظهروا، استاذ بشير الديك، استاذ سعيد الشيمي، استاذ احمد دراتي الله يرحمه، حتى كان في نجوم المفروض كانوا يظهروا وما ظهروش برضو، بس كان يعني دايما مساعدنا برضو استاذ يعني مفيش حد خد خالص يعني اجر على الموضوع، كله كان بشكل تطوعي، فالحمد لله الدنيا كانت متسهله جامد يعني.
ينافس فيلم الأستاذ على جوائز تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه تقريبا، وينافس 15 فيلما تسجيليا مشاركين في المهرجان التي تستمر فعالياته حتى 26 من شهر أكتوبر الجاري. أكتر فيلم عجبني النهاردة كان فيلم الأستاذ محمد خان، أنا بعتبره بمثابة تكريم لراجل قدم للسينما المصرية كتير جدا وما كانش مستني حاجة، بالعكس هو قدم رؤية فنية أنا بعتبره كان آخر المخرجين أو امتداد لآخر المخرجين العظام. طبعا دي ذكرى شخص عزيز علي قوي، أدي حاجة. اتنين، اشتغلنا مع بعض. تلاتة، أنا في خدمة أي حد. فيلم الأستاذ يرصد رحلة المخرج الراحل محمد خان بالسينما المصرية، وذلك من خلال شهادات زملائه وتلاميذه لما أثر به الفن المصري خلال السنوات الماضية، لكونه أحد أبرز مخرجي السينما الواقعية التي انتشرت بين أبناء جيله. محمد محمود، أون لايف. قام مجموعة من خريجي كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بتصنيع طائرة بدون طيار يمكنها الطيران لمدى 300 قدم. المزيد في هذا التقرير. قام مجموعة من طلاب كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بتصنيع نموذج أولي لطائرة بدون طيار يمكن التحكم فيها من خلال ريموت كنترول. فكرة الطيارة ببساطة هي محاكاة للطيارة أو الكوميرشال إيربلين، الطيارة الحقيقية اللي احنا بنطير بيها فعلا، الطيارة الحقيقية اللي احنا بنطير بيها. بنبتدي ان احنا نمثل الاشخاص او الباسنجرز على هيئة كرات تنس، وبنتم ان احنا تمثيل الحقائب بتاعتهم او البيلودز على اساس على هيئة كرات حديدية بيتم وضعها تحت كرات التنس. ليها استخدامات واسعة، اول حاجة ممكن نستخدمها في الكوميونيكيشن سيستم، ممكن نستخدمها في ان احنا نوصل المساعدات للناس المحتاجة في الاماكن النائية، ممكن نستخدمها في رش المحاصيل والمبيدات الحشرية، رش المبيدات الحشرية على المحاصيل. ولهذه الطائرة مميزات عدة. والله هي طيارة وزنها 6 كيلو وتقدر تشيل من 25 ل 30 كيلو. تاني حاجة ان مداها من حوالي 25 قدم ل 30 قدم. تالت حاجة ان الطيارة دي عليها ليميت على الباور. فهي الفكرة في التصميم ان احنا ازاي نصمم احسن تصميم بيقدر يشيل اكبر عدد من الاوزان، من ان هو يقدر يستخرج اكبر قوة او اكبر قدر من الليفت فورس اللي يقدر يشيل الطيارة باوزان عالية جدا. واستغرق تنفيذ الطائرة حوالي شهرين وبلغت تكلفتها قرابة 30 ألف جنيه. هي مكونات الطيارة والخامات اللي احنا استخدمناها عامة في الطيارة هي خامات محلية الصنع، مكونة من خشب بلسة او خشب ابلكاش او في خشب من نوع ابلكاش اسمه فنلندي. كل الحاجات استخدامها كانت محلية الصنع، حتى التقطيع تم في مصر. كان التقطيع عبارة عن ان احنا نقطع الطيارة اجزاء الطيارة كلها على شكل على 2D، ومن خلالها نقدر نجمعها زي المكان او زي البازلز. وحقق الفريق المركز الثاني كأفضل تصميم في مسابقة دولية لمنتدى المهندسين للسيارات SAE بولاية فلوريدا هذا العام، والتي شارك بها 75 فريق من مختلف أنحاء العالم. احنا الفترة الجاية ان شاء الله ناويين نخش المسابقة السنة الجاية، هنطور برضو في الطيارة بتاعتنا ان احنا ازاي نقدر نشيل اكتر من اللي احنا كنا عاملينه. والان نسمع الى كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. البناء والتعمير وضرورة هزيمة آلام الماضي بآمال المستقبل الذي نبذل أقصى الجهد من أجل أن يكون مشرقا وزاهرا، لتعطي شعب مصر العظيم الأمل في الغد الأفضل الذي يبنيه أبناء هذا الشعب بإصرارهم وعزيمتهم واختيارهم للسلام والتنمية طريقا واثقا نحو المستقبل. وفي الختام أتوجه لكم جميعا بكل التحية والتقدير، وأشكركم على المشاركة في هذه المناسبة الهامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد ألقى إذا كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إحياء ذكرى مرور 75 عاما على معركة العلمين. الآن معكم إلى طلعة عمومية بكاميرا أولايف على مدينة كفر الدوار، وهي واحدة من مدن محافظة البحيرة، تبعد نحو 30 كيلومترا شرق الإسكندرية، وتخترقها ترعة المحمودية الموصلة لمياه النيل إلى الإسكندرية، وأيضا هي من كبريات المدن حقيقة في محافظة البحيرة كما نرى، وفيها أيضا أو تتميز بوجود تطل على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.
وتعد من المدن الصناعية المهمة في منطقة شمال دلتا مصر، سكانها يبلغ حوالي نحو 1,000,000 نسمة. إلى هنا تنتهي معكم نشرة الأخبار، إليكم أهم ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يتلقى بركات تعازي من نظرائه العرب وسط توالي الإدانات الأوروبية المنددة. نيابة أمن الدولة العليا تحقق في اعتداء الواحات الإرهابي وتعين موقع الحادث. ومجلس الوزراء يثمن تضحيات الشرطة ويوجه بتقديم سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين. شكرا لكم وإلى ملتقى.